رن 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 جرتنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرتنا تلوين لعبوا تمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استنوا الأطفال تستاهلون أمانة صفقة تستاهلون تستاهلون طبعاً. أول شيء أحب أقول لكم مساء الخير لكل أصدقائنا الحلوين وأحب أقول حق فراشات الكويت وحق فرقة الكويت وأفتخر يعطيكم العافية أكيد على هالفقرة الجميلة والرائعة ما قصرت يا بناتي حلوين أكيد منورين طالعين مثل الباربيات بسم الله عليكم فيعطيكم العافية. ومثل ما نشوف أصدقائنا إن إحنا قاعدين نشهد الحين الاحتفاليات في العيد الوطني وعيد التحرير إن شاء الله يا رب الله يعود على ديرتنا الحبيبة الكويت بالأمن والصحة والعافية على كل اللي موجودين على هالأرض الطيبة. نتمنى من الكل إنه يستانس بهالفقرة الجميلة أكيد نتمنى دائما يكونوا موجودين معنا مثل ما شفنا اتحاد بين فرقتين. الحين مع بعض أصدقائي رح نروح نشوف تقرير مميز ونرجع لكم من بعد تابعونا. حتى قدمت يعني أشياء مو معتادين عليها، بعض الصور فيها دقة في الشغل وفي بعض الصور قد لا تكون فيها دقة لكن فيها فكر وهذا المطلوب من اللوحة. Thank you.
competition we have been doing for the last 6 years, and we have been conducting a competition amongst schools in Kuwait, different expatriate schools who have been coming in here and other Kuwaiti schools. The competition, you know, year after year has got more and more participants, more and schools have participated, and it has become an event in the calendar of Kuwait. هذا التقرير. طبعا هذه مسابقة تقام منذ 6 سنوات تشارك فيها المدارس الأجنبية والمدارس الكويتية. طبعا مسابقة جميلة تقام للأطفال وفيها أشياء كثيرة، وسنة بعد سنة قاعد يزيد الإقبال والحضور في هذه المسابقة، فنقول لهم good luck. أكيد هذه مسابقة برعاية لاندمارك، فتحية كبيرة لهم ويعطيهم العافية على هالجهود الجميلة. ودائما احنا نشجع ان يكون في مسابقات كذي للأطفال تنمي مواهبهم ونكتشف مواهب جديدة عندنا في ديرتنا الحبيبة الكويت. راح نبلش حلقتنا مع اتصالكم، بس قبل أن أخذ اتصالات خلونا أذكركم بطرق المشاركة في برنامجنا. أول طريقة للمشاركة سين أو إس، إذا كنت حاب إنك تدق علينا، هذه أول واحدة. ثاني طريقة للمشاركة تويتر برنامجنا، إذا عندك تغريدة حلوة حاب إنك تتواصل معنا من خلالها تدلنا على @abtar_rai، وتويتر موجود الحين عندكم على الشاشة. أما الحلوين اللي حابين يشوفون صور الأصدقاء الموجودين معنا داخل برنامج استوديو الأبطال، أكيد يقدر يتواصل معنا ويشوف إنستغرامنا في الإنستغرام اللي هو abtar_rai، هذا أول إنستغرام برنامج استوديو الأبطال. الحين راح نبلش ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم الجميلة ونقول ألو حق أول اتصال في حلقتنا لليوم. منال. ألو. ألو. السلام عليكم. شلونك مشاعل؟ هلا حبيبة قلبي، شلونك الغالية؟ الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله بخير حبيبة قلبي. بغيت نغني عن الكويت. ايه؟ بس انا بالمخيم. يلا غنوا انتوا يا معك كذا كلكم؟ ايه جروب. الله يحفظكم. امين. وجروب اللي معي كلنا بنغني. يلا نسمعكم. اوكي. احنا عشقنا اليوم فتحنا على الدنيا، سمعوني صفقة كبيرة. تحية كبيرة لكم منال، تحية كبيرة حق الجروب كل اللي موجود معاكم، استانسوا عليكم بالعافية أكيد هاليمعة الحلوة، وشكرا على اتصالكم وتواصلكم معنا في برنامج استوديو الأبطال. كل أصدقائنا الحين قاعد يتابعون، سواء كنتوا بالمخيم سواء كنتوا بالشارع سواء كنتوا خارج جوة الكويت، أكيد أوجه لكم تحية كبيرة والله يرزقكم إن شاء الله بالسلامة. وأيضا أصدقائنا اللي متواجدين في الديرة واللي راح نحتفل إحنا معاهم بالعيد الوطني وعيد التحرير، خلونا أذكركم أصدقائي إن شاء الله يوم الاثنين برنامج استوديو الأبطال راح يكون موجود في ديسكفري من الساعة 3 لغاية الساعة 4 على الهواء مباشرة. أكيد ناطركم ودعوة عامة، لأن يسألوني مشاعل نقدر نيجي؟ أكيد يقدرون تشون، لأن الدعوة عامة لكل الأصغار، راح نحتفل في العيد الوطني اللي صادف 25/2. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو. مضاوي. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شانت. زينة. مضاوي شنو مشاركتك الغالية؟ بغيت أقول إذاعتي. يلا قولي. حق أمي. إيه. وخواتي. إيه. وإخواني. إيه. وحق خوالي. إيه. وحقك وحق عبود. شكرا حبيبة قلبي، شكرا على اتصالك وتواصلك معنا يا مضاوية حلوة. ناخذ بعد اتصال معنا بيونة. عيوني. حبيبة قلبي في ديت عيوني، شلون شي الغالية؟ الحمد لله بخير، شلون شعوله؟ زين الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله تمام. بيونه قولي انت طالعين ولا قاعدين بالبيت؟ مخيم شالين مسافرين موجودين؟ لا اليوم بالبيت، انا كنا بالمزرعه واليوم بالبيت. يلا استانستوا؟ اي والله الحمد لله. شفتي الجو شلون تغير فجاه؟ اليوم عندنا مطر تبارك الرحمن. اي اليوم الحمد لله كان مطر وناسه، يعني الجو رائع جدا. اللي الحين قاعد يتابعنا بعد الحلقه خلصون تطلعون صح بيونه؟ خلي يطلعون يستانسون ان شاء الله. حبيبه قلبي تحياتك.
أبي أقول حق كل الشعب الكويتي كل عام وأنتم بخير، وحق أميرها وشعبها وحتى أمن والله يحفظها الديرة الحلوة من كل مكان إن شاء الله يا رب، ويديم الأمن والأمان على الديرة الحلوة الطيبة اللي دائما كل عيد وطن يكون فيها مطر دائما تكون خير علينا هالطولة. ديرتنا ديرة خير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وأبي أوجه تحية طبعا حق كل استاذ برنامج سيد الأبطال. شكرا. وحق أخوي الغالي عبود وحقك أنتي وحق جروب عشاق عبود وحق جروب عشاق شعوله وحق جروب عشاق الكنترول ماجد وحق بسونه حبيبه قلبي واقول احبك وايد، وحق مروه وانوشه وبنوته وزهوره وحق روح الكرار وحق مهاوي وحق اصوله وحق كل البنات الحلوين اللي معانا بكل الجروب، واقول شعوله احبكم وايد وايد وشعوله سلمي على عبود. اوكي يوصل ان شاء الله حبيبه قلبي. اتمنى ان عبد الله يكون الحين قاعد يتابع الحلقه عشان يسمع تامر تشبيونه، وتحيه كبيره ليش اكيد تحيه كبيره حق كل اصدقائنا دائما يتواصلون مع برنامج سيد الابطال واللي دائما يحرصون على المشاركه في البرنامج، فاحنا نحبكم وايد اكيد مشاركتكم على عنا وعلى راسنا. راح نكمل حلقتنا معاكم، راح نتعرف على الابطال الحلوين الموجودين معنا داخل الاستديو، لكن انطرونا من بعد هذا البريك. رجعنا أصدقائي من بعد البريك، كانت الحياة ماشية على ما هي علي، لكن عندنا ضابط طلع هذه بتشيتا إن شاء الله بعد شوي يرد معنا عشان تشوفونه، لأن حرام أهلي ملبسين هالبدلة الحلوة ونجمة وكنت مستانسة عليه بس بتشا ليش ما أدري، فشوي رح نسأل أختنا متعرف عليها ليش بتشا حسافة. راح نبلش الحين تعرف على الفريق الأول اللي موجود معنا وأول بنوتة حلوة، اسمك وعمرك أنتي شو اسمك؟ شنو؟ أصايل. ما اسمه حبيبي؟ قولي صوت عالي. أصايل. أصايل، عاشت الأسامي يا أصايل. كم عمرك؟ سبعة. سبع سنوات العمر كله إن شاء الله. قولي لي حبيبي حابة تغنين؟ توجهين تحياتك؟ تغنين؟ تغنين لا، تبي تسمين على حد؟ منو؟ ماكو أحد؟ خلاص صفقوا حق أصايل الحلوة، صفقوا لها. ننتقل لثاني بنوتة موجودة معنا ونتعرف عليها والستايلات الحلوة. اليوم عندنا الأطفال الحلوين معطينا النماذج إن شاء الله راح تكون موجودة في مسيرة 25 فبراير و 26 فبراير، ستايلات صعبة موجودة عندنا اليوم داخل الاستديو. شو اسمك يا حلوة؟ أنت أميرة شي شكلك. شنو؟ جود. جود عاشت الأسامي يا جود. جود بتغنين ولا توجين تحياتك؟ تغنين؟ اوكي شنو بتغنين؟ صوت صباح مبروزة. شنو حبيبي؟ صوت صباح مبروزة. يلا قولي ماما. هلا 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 يا هلا ومرحبا، كل الهلا فيك كل الهلا فيك، يبا 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 يا حلو كلمة يبا، لما ننادي لما ننادي صوت صباح مبروزة، بالروح مرسوم مرسم نواف من كل القلوب، وقت المحبة منتسم. الله الله يا حلو الكويت، الله الله يا دين الكويت. اي والله يا حلو الكويت ويا حلو شنتي حبيبة قلبي، تحية كبيرة لها اكيد. ننتقل انتو عندنا باستديو، والله العظيم لازم تشوفون الستايلات، ودي تاخذون شوفوا الستايل الموجود مني أمانة، ستايل سارة. لا سارة طلع شوف نظارة شمسية بالنهار، هذا نفس بعد اللي يلبس نظارة شمسية، لا نظارة شمسية بالاستديو صح هي بالنهار، اللي يلبس نظارة شمسية بلا خلاص هدوء سارونا عشان تعرف على الضوء. أنا ثاني ستايل موجود معانا التيشيرت أو البلوزة على جواز دولة الكويت، الرموش الرموش يعني عجيبة. من حط لك الرموش؟ قبل اسالك عن اسمك حطي الميكروفون. بنت خالتي. بنت خالتك، نوجه تحيه اكيد. وش الحين قولي لي اسمك وعمرك؟ اسمي فجر وعمري 11 سنه. العمر كله ان شاء الله. بتغنين فجوره؟ اي انا واختي. وانا اختك زين، بدل انت واختك. ايوه بدلوا
عطي الميكروفون حق اختك عشان تعرف عليها. شو اسمك؟ اسمي فاطمه وعمري 11. ونعم فيك يا فاطمه. فاطمه من مسويش التاج اللي على اسمك؟ بنت خالتي. بنت خالتك مبدعه هالبنت خاله، تحيه كبيره لها اكيد. حطوا الميكروفون بينكم الحين وغنوا. انا بنت البلد أرض المآذن اللي نادت الصلاة، وأنا بنت البلد حبي لهذا الأرض موتا أو حياة. مرينا من صحراء ومن ساحل بحر، من سما الكويت جرينا النسم، بيرق بلادي ذالة والظهر، إينا فزيت وحييت العلم، عاشت بلادي وتحيا الكويت وتحيا الكويت وتحيا الكويت. طب قولوا حيل 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 هذاك الحلوه. ننتقل لبطل اخر موجود معنا، احسك راح تلعوز الناس بالمسيره. شو اسمك؟ علي مطلق. ونعم فيك يا علي، والله وعاشت الاسامي. ونعم فيك يا علي. تدري ليش احب اسم علي؟ عشان اخوي الصغير اسمه علي، فانا وايد احب هالاسم، اسم هذا مميز عندي. كم عمرك علي؟ عمري 11. العمر كله ان شاء الله. بتغني؟ لا بقول نشيدات الكويت. شنو بتقول؟ نشيد على الكويت؟ يلا قول. وطني الكويت. لا لا لا، النشيد الوطني. لا هذا مو نشيد على الكويت، هذا النشيد الوطني. كل الأطفال الحلوين يقفون، كلنا نقف. يلا، واحد اثنين ثلاثة. وطني الكويت سلمت للمجدي، تيرام وعلى جميل قطالع السادي، تيرام وطني الكويت، تيرام وطني الكويت، تيرام وطني الكويت سلمت للمجدي. يلا سمكوا سمكة كبيرة، الله عليك. طبعا عندنا ملحنين وملحنات داخل الاستديو وعطونا الموسيقى، يعني شيء رائع اليوم داخل الاستديو عندنا. شو اسمك؟ علي. بس علي بعد؟ يا بختي، اثنين علي بالاستديو اليوم. عشرة الأسامي يا علي. كم عمرك؟ 11. 10 سنوات العمر كله إن شاء الله. قولي بتغني علي؟ شو بتغني؟ وطني حبيبي. وطني حبيبي. يلا قرب الميكروفون من حجك وغني وطني حبيبي. وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شارة مضيئة كلمة جريئة، وطني وطني الغالي وطني. الله الله يا شمس الحياة، يا كويت يا كويت يا نبض الحياة. الله 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 يا كويت انت الحياة. حبيبي انت. صفقة حق علاوي حيل، تحية كبيرة لك يا علاوي. ننتقل لكتكوتة صغيرة واستاهل مميز موجودة معنا. طبعا نسيت اسأل علي من يحط لكم الشنب، اكيد بنت خالتكم اللي نفسها مسوي الرموش صح؟ ايه توقعت يعني. شو اسمك؟ ورود. شنو؟ ورود. عشت لسامي. بتغنين؟ تسمين على احد؟ من يابلش الملابس الحلوة؟ من يابلش الملابس الحلوة؟ اوقفي؟ اوقفي؟ ايوه. أعطينا اللفة العجيبة. تلفين تلفين شي شي شي. يلا سوي. سوي نفسي؟ تعرفين؟ أصلاً ما تعرفين بس أنا. يلا سوي مثلي. سوي سوي شي. يلا ورينا ملابسك. ما تتورينا؟ ليش؟ ليش أزعل؟ يلا أعطينا لفة. ما تبين؟ ورود. شنو ورود؟ تنزع تشجعين وتسابقين وحلوة. تلفين ولا ما تلفين؟ آخر سؤال. تلفين؟ طلع أخوها. تلفين؟ لا؟ يلا صبح حق ورود الحلوة؟ صبقوا لها؟ ننتقل لبنوتة أخرى موجودة معانا، هادي اسم اللي عليها من أول ما دشت الاستديو. شو اسمك؟ سحد. شو اسمك؟ سحد. شهد؟ شهودة. عاشت لسامية حلوة. كم عمرك؟ 6. 6 سنوات؟ العمر كله إن شاء الله. بس بكمل مع شهودة، بس حماني المشكلة، حماني قاعد وراي. شو تسوي؟ أكيد ما سويت شيء؟ ليش ما تضحكون؟ بس اقعد عاجل، أنت اليوم نقيب. تشخى. يلا كمل الحين مع البنوتة الحلوة شهودة. بتغني شهودة؟ تسمين على حد؟ تسمين لا؟ يلا سوقوا حق شهودة الحلوة حيل. انتقل لي بطل آخر موجود معانا، لابس تشرينبا وعلى علم الكويت وجيش داشة وستايل حلو. اسمك؟ يا جليل. سعود.
عشت لسامي يا سعود. سعود كم عمرك؟ علي صوتك حبيبي والله ما اسمع. 9 العمر كله ان شاء الله حبيبي. قولي بتوجه تحياتك ولا بتغني؟ ولا هذه ولا هذه؟ ساعة قاعد ترقصون ورا الكاميرات ورايحين ورادين الحين. سبحان الله سبحان مغير الاحوال. صفقة حق سعود، صفقة كبيرة. وبطل اخر هذا كان زعيم الشباب اللي موجودين، يعني اكثر واحد كان يرقص فيهم واكثر واحد كان يقول لهم يعني طلعوا صوت وسووه. بس اسكت يا ما راح اقول. شو اسمك؟ عبد العزيز. وريد. والنعم فيك يا عبد العزيز. عزوز قول لي بتغني؟ تجي تحياتك؟ من سوى لك الغسره الحلوه هذه؟ امك. تحيه كبيره اكيد لوالدتك. صفقوا له صفقه كبيره. وين كشتك؟ ولا شلتها؟ يلا يلا البس شعرك، يلا البس شعرك. بساعة كان يلبس بستايل حلو على علم الكويت. ايوه البس عدل. شعرك مبين. يلا حلو بس تي. اوكي مية مية. شو اسمك؟ مشاري صراحة. والنعم فيك يا مشاري. كم عمرك؟ 7 سنوات. العمر كله شاء الله تغني؟ تجي تحياتك؟ زين نحط لك موسيقى تسلنا رقصتك اللي مشاري قصها منك. ما تبي؟ ها؟ يلا صوقه حق مشاري حيل. تحية كبيرة حق مشاري. ننتقل لي. اسمك؟ ابراهيم صلاح الكندري. والنعم فيك يا ابراهيم. كم عمرك؟ 10. العمر كله ان شاء الله بتوجد حياتك. ما بتسلم على احد؟ زين ما شاء الله عيال خالتك عيال خالاتك موجودين مني ولا واحد بتسلم عليه؟ كلش. يلا صفقوا له صفقه كبيره هالبطل الحلو. ننتقل لكتكوته حلوه ايضا موجوده معنا. اسمك وعمرك من فراشات؟ الكويت. الكويت عفي عليك. اسمك؟ انفال. عمرك؟ 7. العمر كله ان شاء الله بتغنين؟ ايه. شم؟ لا. اي ولا لا؟ لا. اي ولا لا؟ لا. اوكي تجي تحياتك؟ ايه. حق امي وابوي اخواتي بعد منو؟ حقك حق عبد الله. شكرا بس. تحيه كبيره للصفقه حق فاطمه يعقوب. ايه نجي تحيه حق فاطمه يعقوب ونقول لك العام وانت بالف خير عشان عيد ميلادها كان اتوقع امس قبل امس يومين ثلاثه شي يعني هالحروه. ننتقل لبنوته حلوه موجوده معنا لابسه على علم الكويت بس ستايل عجيب تبارك الرحمن. يعني الفريه وكاشخه. شو اسمك؟ حوراء. والنعم فيك يا حوراء. كم عمرك؟ 8. 8 سنوات. العمر كله ان شاء الله حبيبي. قولي لي حوراء اي بتغنين؟ اي ولا لا؟ تجين تحياتك؟ حق منو؟ حق خالاتي وحق عمات حق اخواني بس. حبيبتي تحيه كبيره تصبوا حق هالبنوته الحلوه صفقه كبيره. ننتقل ايضا لبنوته حلوه لابسه على علم الكويت وتاجها على علم الكويت ومنورتنا بشكلها مستحيه. شو اسمك؟ الجود. الجود عاشت لسامي. الجود كم عمرك؟ 5 سنوات. العمر كله ان شاء الله حبيبتي. بتغنين؟ بتغنين؟ ما تغنين؟ توجين تحياتك؟ حق امي وابوي. ايه؟ وحقك وحق عبد الله. شكرا حبيبة قلبي. صفقوا له صفقة كبيرة، صفقوا حق الجو صفقة كبيرة. ننتقل لآخر بطل موجود معنا بهالفريق راح نتعرف عليه الحين. شو اسمك؟ فلاح. شنو؟ فلاح؟ عاشت لسامي يا فلاح. كم عمرك؟ 5 4 سنوات. العمر كله ان شاء الله حبيبي. بتغني فلاح؟ تغني؟ توجه تحياتك؟ تسلم على احد؟ لا؟ اوكي صفقوا حق فلاح صفقه كبيره. طبعا تحيه كبيره للفريق اللي موجود معنا تعرفنا عليه. الحين راح ننتقل للفريق الثاني لكن مو الحين من بعد هذا البريك. تبارك الرحمن. الله يزيدكم ان شاء الله وان شاء الله يا رب دائما نشوفكم عندنا داخل الاستديو. راح نبلش الحين نتعرف على الفريق الثاني ما بضيع وقت وايد عشان اللي بيغني يعطي فرصه انه يغني واللي بيوجه تحياته ايضا يعطي فرصه انه يوجه تحياته. اول بنوته حلوه
ما تدري ان احنا راح نتكلم عنها. شو اسمك؟ انتي سل عليك. شنو اسمك؟ لولو. ها؟ لولو. ما اسمع حبيبي. لولو؟ لولو، لولو يا حلوة. زين انت كتكوت، انت مسكر عليها؟ انا ما اشوفها. ما خاف تسوي شي شوية شوية؟ انت لا انت خليك لولو، انت شوية شوية بس. ايه؟ ارجعي شوية حبيبي، شوية بس، شوية. ايوه شاطر، بس شي بس. شي ستوب. لولو لا تحطي الميكروفون بحلجك ماما، بتغنين؟ تسلمين على احد؟ يلا صوقوا حق لولو صوقة كبيرة. ننتقل لثاني بطل موجود معانا، طبعا لولو لابسها زي الكويتي وحلوة طالعة سل عليها، اعطي ميكروفون. كتكوت انت لما غنيت، لما غنيت اخذ الميكروفون شغلك تغني. شو اسمك؟ هلا هلا هذه الكويت يحميها من كل شر. شنو اسمك انت؟ انت شنو اسمك؟ تركي. تركي شنو؟ شو اسم بابا؟ عدنان. عدنان صح؟ تركي عدنان، والنعم فيك يا تركي عدنان، الله يخليك حق اهلك ان شاء الله. خلاص؟ اغنية؟ اذا طالعني طالع نفسك بالشاشة اذا تشوفني. الله الله هذه الكويت لا اوابي فصيلة دم الكويت، فصيلة دم الكويت، فصيلة دم الكويت. خلاص؟ يلا سوقوا له، سوقوا حق تركي. يا تركي عطي ميكروفون حق الكتكوت اللي يمك. ايوه، شو اسمك؟ فوز. فوز، 10 تسامي يا فوز، كم عمرك؟ 4. العمر كله ان شاء الله. بتغنين؟ شنو بتغنين؟ بابا بكى. شنو؟ بابا بكى. بابا بكى؟ يلا خلينا نسمع بابا بكى. بابا بكى بكى لا 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 مدمع عشان بتروح للعب مصيكة كله. شو نسوي المعاش؟ مدمع عشان بتروح للعب مصيكة كله. نصرفها، قولي نصرفها، نصرفها كله، قوليها فوز الحلوة، قولي نصرفها كله. ممكن مصيكة كله. أي حبيبي أنتي قولي تحبين بابا وايد؟ زين ما نقول عن بابا بكى صح؟ صح؟ إذا غني غنية ثانية؟ أنتي واحدة ثانية؟ تبيني مصف قولك؟ عشان أنتي حلوة؟ أو شي قولي من حطك الوردة على شعرك؟ أمي. الله يخلي لك أمك إن شاء الله، سوقوا حق البنوتة الحلوة حيل. بطل كتكوتة ثانية موجودة معنا، شو اسمك؟ آليا. عالية؟ غالية. غالية؟ عاشت لسامية غالية. كم عمرك؟ 8. 8 سنوات العمر كله إن شاء الله. حبيبتي قولي لي بتغنين وسجلي تحياتك. بغني. يلا شو بتغنين؟ وطني حبيبي. وطني حبيبي؟ يلا غني وطني حبيبي. وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شالة مضيئة كلمة جريئة، وطني وطني الغالي وطني. سوقوا لها، سوقوا حق هالبنت الحلوة. الملازم فهد هو اللي قلت لكم عنه أول حلقة، بس ما راح يجي السالفة مرة ثانية عشان لا يزعل مرة ثانية. سلام، شلونك فهود؟ فهود كم عمرك؟ 4. 4 سنوات؟ وأربع سنوات قضيتهم بالكلية؟ مو أنت أربع سنوات، أربع سنوات لازم تاخذ النجمة هذه. زين بما انك انت ضابطنا اليوم وجود داخل الاستديو، تاخذ لفه تشيك علينا؟ تاخذ لفه؟ يلا يلا حطنا لف. لا تعال تعال لف مره ثانيه، بس شوي 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 كذي 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 شوي 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 شوي. ايوه فدوه والله البدله، سمقوا له سمقه كبيره. فهد لا الحين ما خلصنا يا فهد، فهودي بتغني؟ توجه تحياتك ولا شيء؟ سوي حق الكاميرا؟ ايوه تحية كبيرة حق فهود، انتقل. اي صفقوا له، صفقوا له مرة ثانية، يستاهل فهود، صفقوا له. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب اهلك يفرحون فيك، وان شاء الله يشوفونك ضابط وهالنجمة تعلق على شتوفك يا رب. شو اسمك كتكوتة؟ رفاعة.
شو اسمك؟ رفاع. رفاع؟ عاشت لي سامية رفاع. كم عمرك؟ 10 سنين. العمر كله إن شاء الله. من يابك هالورود الحلوة؟ أمي. الله يخليك إياها يا رب. بتغنين؟ إيه. شنو؟ نوعدك نوعدك. الله عليك، يلا غنيها. نوعدك نوعدك يا أبو ناصر نوعدك، والله بنصون البلد ونشيلها بعيوننا، هذه ديرتنا سفينة وانت قايدها الكبير. يا أبونا لا تضايق واللي تامر فيه بيصير، لا مشاكل لا فتن بيننا لو مهما صار، شعب الكويت الوفي عند حسن الاختيار. الله عليك على الأغنية الحلوة. أنت حلوة، أغنيتك حلوة، مشاركتك حلوة. تحية كبيرة لك يا رفاع. ننتقل الحين لصديقتنا الجميلة فيونة. شلونك فيونة؟ تمام. فيونة طبعا ما داعي نسأل كم عمرك، شلونك؟ أكيد عندك كثير من الأصدقاء يدرون، ولا حابة تقولين؟ أوكي فيونة، بتغنين؟ تجين تحياتك حق منو؟ حق أمي وأبوي. إيه. وحق كل الفانز اللي في الانستغرام، وحق شمس الشارجة مثلا تريان القطان، وحق بتر فلاي الكويت، وحق فاطمة يعقوب ومريم هشام. حبيبتي تحية كبيرة لصبقة، حق فيونة صبقة كبيرة. لا صبقولها. أيوة سمعتك. أقول سمعتك، يقولي عادي. أنا قبل أحد يقولي سمعتك بعد ما أتكلم طول هذا قاعدة تيوه ولا نفس. وصلنا عندك. شو اسمك؟ عنود وليد. عنود، عشت أسامي عنود. كم عمرك؟ 11. 10 ولا 11؟ جواب نهائي. كم؟ 11. 11 سنة. العمر كله إن شاء الله. حبيبي قولي لي، بتوجهي تحياتك ولا تغنين؟ تحياتي. يلا قولي تحياتك. حق سبيت لي من قطر وبنات السلطان. منو؟ سبيت لي من قطر وبنات السلطان. حبيبتي تحية كبيرة. ليش سوقوا حق عنود؟ مين قاعد يغني؟ مين تجي؟ تجي وراي. يلا ننتقل لي بنوتة أخرى. اسمك حلوة. بدور الكندي. والنعم فيك يا بدور. كم عمرك؟ 12. العمر كله إن شاء الله. بتغنين بدورة؟ بقول شعر. الله، تلقون أنت قاعدة ولا واقفة؟ أنا قاعدة. أوكي يلا قولي. شفت لي عروس لابسة ثوب الزفاف، أغليتها بروحي وقلبي فتح لها باب، سألت عنها من هي بنت العفاف، قالوا الكويت من شافها طاب، قالوا عنها ديرة حر وجفاف، قلت بعيني أشوفها برد وسحاب، قالوا بس إن عجها ينعاف، قلت العجاج يا ناس بعيني ضباب، حبيت الكويت وأحب شعبها المضياف، وأشهد إن الحب له أسباب، وصلوا على النبي كثر ما طاف، عدد خلق الله البيت الوهاب وسلامتكم. وصح لسانك وتوقع حق هالبنت الحلوة على المشاركة الجميلة. لا 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 ما بدي اسوق، ابي حيل حيل حيل. ايوه تقلي بنوتة اخرى. طبعا بدور وعنود كانوا من كويت وافتخر، فيونة ودانا من فراشة الكويت، صح؟ يلا قولي لي دانا، شنو مشاركتك حبيبه قلبي؟ بوجه تحياتي. يلا حق منو؟ حق امي وابوي وفاطمه يعقوب وعبد الله مشاعر. حبيبتي ثانك يو سو ماتش الغاليه. انت سبقولها تقلع أي تستاهل. ننتقل لي سارونا. سارونا سلام، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ تمام ان شاء الله بخير. سارونا بتغنين؟ يلا غني. لا ما في وقت، لازم تغنين. غني ولا لا سارونا؟ بغني. يلا غني. الله الله يا حلو الكويت، الله 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 هزيل الكويت، ولا ضيفة خيلة دم الكويت. سبقولها، سبقوا حق سارونا الحلوة. شو اسمك؟ شوق. شوق، عاشت لسامي يا شوق. شنو مشاركتك؟ تغنين؟ توجين تحياتك؟ ولا شيء؟ سبقوا حق شوق الحلوة مرة ثانية. ها سارة، ما في شيء يطير والله. شنو؟ يلا كتكوت اللي ماسك الميكروفون شو اسمها؟ سارة بعد، صح؟ سارونا بتغنين؟ يلا غني. شنو صار لي ساعة تقولون بغني؟ هدوني بغني. يلا غني. ها سارونا يلا عد الشيء ثلاثة، 1 2 3.
بابا بكى بكى بكى. ها يلا صقوا حق سارونا الحلوة حيل. ننتقل لين الدوش الحلوة. نادية شلونك؟ تمام زينة. نادية شو مشاركتك؟ وجه تحياتي. يلا حبيبتي قولي تحياتك. حق أمي وأبوي. إيه. وخالاتي وعماتي. إيه. حق كل اللي قاعد يتابعوني. إيه. وحق فاطمة يعقوب وشمس الشارجة ومجنونة ريون القطان. وحق الكويت أقول لها أحبك وايد. حبيبتي تحية كبيرة. تصبقوا حق نادية الحلوة حيل. لا صبقوا لها حيل. يلا شو اسمك يا حلوة؟ دانا. دانا عشان تسمي دانا. شنو مشاركتك؟ تغنين؟ توجين تحياتك؟ صفقوا لها صفقة كبيرة. صفقوا حق دانا. حاولني اقرع توني جود قرعت. اجي شيل كابوس. شيله شيله شيله. ايوه صفقوا حق حاولني على هالقرعة الحلوة. صفقوا له. الله لحظة. هذه الباجات اللي موجودة عندكم لازم تحافظون عليها زين؟ لا ما بي ولا واحدة تنزل شي بالأرض ولا تروح. حتى إذا طلعتوا مسيرة أو شيء حتى الإعلام لازم تحافظون عليها أوكي؟ حتى الباجات هذه. فاللي اللي فرط بهالباجة راحت عليه لأنه أنا أبي أحطها كصورة بابا الصباح بابا نواف. بس راحت عليكم. من طقك؟ وأنا حاسة طقتك؟ ليش ليش؟ أحط كبوزتي. حط حط ميكروفون حمني. حط قول إيش كل حال؟ أحط كبوزتي له. أحط كبوزتي له. إذا أنت ضابط لازم ما حجز كبوسك. أحطه. إيه؟ يلا ألبس الكبوس. ألبس. بس. إيه أيوة بس بس زينة زينة. والله ما ظنيت بحياتي ما شوف ضابط شي مسوي باذنه. حولني. تعال تعال حولني عندي. تعال تعال دوش كثر احبك. لحظه تعال اضبط لك كبوس. احط لك من ورا ربطه. خلاص الحين اواخرك اواخرك عنها صح؟ تعال نسولف انا معك. تعال. اوقف مني طال الكاميرا. خالفت احد؟ حط ميكروفون. خالفت احد؟ ما شفت احد دايس؟ بسرعه شيء. بسرعه ترقيت؟ نقيب الحين نقيب صح؟ انت ودك تصير ضابط حمن؟ ليه لا لا تفك الميكروفون شيء. ايه بس بتصير نقيب انت بتصير ضابط؟ ليش لابس ضابط؟ صدتك. ان شاء الله تشوف تصير ضابط واهلك يفرحون فيك ان شاء الله. شنو في مخباتك؟ خلي شنو في مخباتك؟ الله عطني 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 حمني حمني عطني. شنو هذه؟ ما ادري شنو بعد. تشوف شنو عندك ورنا انفخخ حمني. لا شوي شوي لا تطيح دربالك. لا تطيح حبيبي. ايوه زي حمني دربالك. هذه فيها دبوس. الله علم الكويت حبيبي. راحوا عليك حمني. صقوا حق حمني صقه كبيره. صقوا له. ترى حمني الحين تقدر تقعد. تقدر تقعد. شنو تقدر تقعد؟ يلا قعد. شنو تبي؟ ايوه والله كريم حبيبي حمني. تحيه كبيره. لا لا البنوت اللي يمك. ليش تدزينه؟ حرام مسكين حمني اصلا يكسر. ها ايه عندها ميكروفون. يلا قولي اسمك. ايش اسمك؟ مريم. ها ايش اسمها؟ مريم. عاشت تسامي يا مريومه. مريوم تغنين؟ تسمي على حد؟ على منو؟ على ايلا؟ صوقوا حق البنوت الحلوة مريومة. بنكمل حلقتنا مع كل أصدقائنا الحلوين وتويتر بيكون موجود معنا. نطرونا من بعد هذا البريك. الفقرة الأخيرة من برنامج الأبطال اليوم راح نبلش نقرأ الكومنتات موجودة معنا. طبعاً أول كومنت موجود معنا فراشات الكويت. الكويت يفتخر منورين مشكورين على الفقرة الحلوة من بنت زايد. تحية كبيرة لك. أيضاً عندنا سلام على ياسمين من السعودية. أحبكم وايد وأحب الكويت والله يحفظ كل دول الخليج والدول الإسلامية اللهم آمين.
ايضا عندنا افرحي يا كويت لرجالك فعول يدحمون الموت شايب مع ولد، كلنا يا دار لعيونك نقول عيدي يا كويت يا احلى بلد. نور من الامارات، صفقوا حق هالبنوت الحلوة على الكلام الجميل هذا. لا 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 يلا نكمل. شكرا. ويكفي انك في قلبي اغلى حكايه شعوله يا نبض المحبه، اهداء لك يا ارق واجمل قلب شعوله من همسه خجل. تحيه كبيره لك حبيبتي يا همسه خجل. ايضا عندنا ابي انستغرام فيونا او دانا خالد، اذا عندهم اشكرهم مقدمة. عندك انستغرام؟ عندهم انستغرام. ايضا السلام عليكم شعوله منوره الشاشه، تحياتي فرشات الكويت وكويت افتخر وجروب عشاق عبود وجروب مشاعر العقيل. نور من البحرين تحيه كبيره لك. ايضا منوره شعوله احلى تحيه لك لجروب عشاق ماجد والبسومه من هديل، تحيه كبيره لك يا هديل يا حلوه. ايضا عندنا مساء السعاده وجه تحيه حق اخوي عبد الله مال الله واختي مشاعر العقيل من حنان ابراهيم، تحيه كبيره لك يا حنان ابراهيم. مساء الخير شلونكم حبايبي، انا صديقه جديده فاتمنى تقبلوني انتم والبنات الحلوات، انا من عمان العز، تحيه كبيره لك حبيبتي اكيد تشرفينا. ايضا سلام شعوله، ممكن طلع ممكن تخلي البنات يعيدون الاستعراض لاني ما شفتهم وانا كنت انتظرهم من فتره اذا كان في وقت. طبعا تنزل الحلقه اعاده الصبح الساعه 7 او تنزل في يوتيوب الراي، تقدرون تشوفونها على طول من بعد الحلقه. اغلق اذناك اذا كنت لا تستطيع اغلاق افواه الاخرين. منوره شعلتي رب العالمين، مطلتك الحلوه احبك وادي عسوله من بيونه، تحيه كبيره لك يا بيونه يا حلوه، شكرا على مشاركتك. ايضا شخبارك شعوله منوره شوشه، تحياتي لك والعبود وفيونه الشطي وفيوزه وعواطف واصال وبثون وروح الكرار وزهراء ونور من البحرين، تحيه كبيره لك يا حلوه. ايضا عندنا تحياتي لشعوله والعبود والام وابوي، احب ازف اجمل تهاني من دار ابو متعب لدار ابو ناصر بمناسبه الاعياد الوطنيه، الله يديم افراحكم اللهم امين وشكرا جزيلا. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. سباتشا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلونك يا الغاليه؟ زين الحمد لله، انت شلونك؟ زين الحمد لله حبيبتي. سباتشا هلا، مشاركتك يا الغاليه. وجه تحياتي حق أقول لك أحبك وايد حبيبة قلبي، حق حياتي بسومة فيوزة، إيه حق جلال، حق فرقة الكويت وفرقة الكويت. أقطع كلامك بالخير. برنامج كم مشت شعرها؟ لحظة دقيقة بس حبيبتي، ليه سارون هديها؟ لحظة سباتشة، ليه سارون حبيبي؟ ما يصير ماما، ليه لا حبيبتي هديها هديها ماما هديها. إيه شاطرة، تعالي تعالي تعالي، طلعتي مو هينة سارون، تعالي مني سباتشا، كملي كملي حبيبتي ما يخالف. وفراسك الكويت يقولون منورين برنامج. اي حق عصاي القحطاني. اي عواطف. اي همسة خجل. اي فاكي عبير ودندون ولولو خالص. اي بسونتي بسون فيونا الدوشة قسلمة حق كرافي. حبيبتي تحية كبيرة لك يا سباتشا، شكرا على اتصالك وتواصلك معنا يا الغالية، ومع ألف سلامة سباتشا. ناخذ اتصال اخر. الو فتونه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلونك حبيبتي؟ الحمد لله تمام، اخبارك انت؟ الحمد لله بخير حبيبه قلبي، قولي لي فاتي شنو مشاركتك حبيبتي؟ احببتهم كلما تذكرتهم ابتسمت بلا شعور وعرفت ان الدنيا ما زالت بخير ما دامت الارض تحمل امثالهم، احبهم في الله وأدعو لهم في كل وقت وكل حين، أتعلمون من هم؟ إنهم عبود وشعولة، أسأل الله القدير أن يسعدهم في الدنيا والآخرة وأن يجمعنا في جنة قطوفها دانية على سرر متقابلين، اللهم متعهم بنعمتين، نعمة الدين ونعمة الصحة، وجملهم بحلتين، قلب الرحيم وعقل الحكيم، ولا تحرمهم لذتين، لذة مناجاتك ولذة رؤية وجهك الكريم، واجمعهم بهم بمكانين منابر من نور وفردوس العظيم، اللهم آمين. اللهم آمين، شكرا يا حبيبة قلبي، جزاك الله خير، ويعني مشاركة جميلة ورائعة، أشكرك من قلب كل قلب على كل كلمة قلتيها. طبعا لا 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 يعني أمانة لما يكون معي عبد الله أنا أقدر أسيطر على الوضع، بس الحين سارة تبي ترجع سارة الثانية، منو شنو فيه؟ منو زعلان حبيبي؟ تعال تعال، منو زعلك ماما؟ منو يما؟ لا تبكي حبيبي، بس امسح دموعك يا روحي انت، بس خلاص خليك يمي، تعال تعال يمي، تعال ما حد يحاكيك يمي، تعال بس خليك واقف مني. يلا خلينا نكمل قراءة الكومنتات الموجوده معانا. شعوله كيفك؟ انا احبك، انا بعد احبك وايد، مساء الخير شعوله منورين، انت فرشات الكويت وكويتي وافتخر من سوسه السلطنه، تحيه كبيره لك حبيبتي.
يسعد لي احلى مسا بطلتك يا روحها منوره يا الغاليه، الله يديم الفرح والعز والامان للكويت. تحياتي لك غلاتي ولكل صديقات برنامج مبسومه. اول كلمه شفتها عرفت ان التغريده هذه من مبسومه. احب فيونا موت من زنوب من البحرين، تحبش فيونا. ايضا عندنا مرحبا ميشو منورين الابطال، تحياتي لبنات سلطان اخلاص ومروه وهمزه خجل واصال وترانيم الامل. ايضا مساء الورد عليك شعوله، اشكر فرشات على الفقره اللي قدمتوها، تحيه كبيره لكم. اول شيء ارحب فيك يا شعوله بكل طاقم عمل هالبرنامج حلو والله، من انا صغير كنت تابعه انا واخوي، الله يرحمه ان شاء الله حبيبه قلبه يسكنها فسيح جناتها. ايضا عندنا ميشو منور، تحياتي فرشات الكويت والى دندون ورهف وسلومه وموسى وصقر ودوشه والى عبود ودنيا السيف، احبكم وايد، تحيه كبيره لكم. ايضا عندنا مساء الورد للطيبين يا احلى مذيعين في الخليج مشاعر عبد الله، تحياتي لاخوتي، تحياتي بنت قابوس وافتخر من السلطنه، تحيه كبيره لك حبيبتي. انا لوتي واتمنى من الابطال يحكوا اسمي بقوه، تكفون شعور اني بحبكم. قولوا لوتي بصوت عالي لوتي. هذه تحيه كبيره لك. خلصت حلقتنا اليوم، لكم ان شاء الله في حلقه قادمه، مع الف سلامه، باي باي. ترانا الحين خلصنا، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين، رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا. بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، راح نسأل ونلعب راح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو العبارة كيد.